ما هو الأمر الذي يجهله الناس عن الصراع في الشرق الأوسط؟ إنه لا يتعلق بالحدود أو الدين فحسب. يستمر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. فقد شنت إسرائيل العديد من الغارات الجوية على لبنان، متوعدة برد مباغت على الهجمات الصاروخية الإيرانية. وفي غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية ساعة بساعة. لقد لقي آلاف الفلسطينيين حتفهم، وبات العديد من الأطفال أيتاماً أو منفصلين عن عائلاتهم. تتزايد الإدانة الدولية لأفعال إسرائيل. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن سلامة قوات حفظ السلام في لبنان، وانتقدت تعامل إسرائيل مع الوضع الإنساني في غزة. وفي حين تدعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنها تحث إسرائيل على حماية المدنيين ومعالجة الأوضاع المزرية في غزة. وفي غضون ذلك، تظل إيران متعنتة، متعهدة بمواصلة دعم الجماعات التابعة لها في المنطقة. ومع احتدام الصراع، يصارع المجتمع الدولي لإيجاد مسار لوقف إطلاق النار وحل دائم لهذه الاضطرابات المستمرة منذ عقود. إنها قصة معاناة إنسانية وتوتر جيوسياسي لا يستطيع العالم تجاهله.